فيديو. شكرا للزميل أيمن جادة، شكرا لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعي قنوات بين سبورتس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في سانتياغو برنابيو. وبمجرد دخولك إلى أرض الملعب تستقبلك لافتة كتب عليها ريال فوتبول، كرة القدم الحقيقية. وكأن هنالك إيعاز بأن كل شيء يتغير في البرنابيو بمجرد سماع نشيد دوري أبطال أوروبا، كل شيء يتغير هنا في هذا الملعب، كل الآمال تتبدل، كل الطموحات تتغير من خلال أول ما يعزى من آخر يبحث عن مجده الأوروبي الأول. هدفا في هذه المواجهة بحكم صعوبة التعويض في البدلاء هو توني كروس، باستثناء ذلك فالأسماء بحارسه اللاعب إيدرسون. كرة لمحاولة أولى سابقة إلى ملعب برنابيو، دائما ما كانت تسجل سيتي. وفي الجهات اليسرى في الجانب المقابل فرنسا أخرى إلى كرة تقطع تعود في الجانب المقابل، مرتدة سريعة البرازيلي فينيسيوس يبحث المرور، سنتيني اللي هو أكويرو أيضا هو الآخر لا يبقى. مدريد محاولة ملعوبة أمامية من أجل الوصول إلى البرازيلي فينيسيوس، لكن أنت ظهر من خلال زيدان بالكثير من المديح. كرة بمحاولة عرضية المدرب بيليغريني، كرة بمحاولة أمامية ملعوبة الآن بيليغريني وخسر بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي. كرة بمحاولة ملعوبة أن تصل مواطنة بنيامين، كرة بمحاولة تأتي ملعوبة داخل منطقة الجزاء عرضية وصلت إلى كيري المتاهل، وكما ذكرت يبدو مرشحا قويا لمواصلة المشوار. استثنائي دائما ما صنع الإعجاز، من يجد من؟ لا أحد. يسقط في أرضية الملعب، تبعد الكرة من الآن إلى جيسوس داخل المنطقة، محاولة تأتي وتسديده. تيبو لما في المنطقة، مين اللي ممكن يستلم هذه الكرات داخل الكاي؟ أندوغان يبحث عن التقدم، وصلت إلى ميندي في الدور نصف النهائي في عام 2016 عندما تعادل الفصلة لفينيسيوس، مرور دخول إلى منطقة الجزاء، تغطية في التوقيت المناسب، إبعاد، يتقدم، ينطلق، يبحث عن مساندة، يدخل إلى منطقة الجماندي. عادت المحاولة إلى من؟ إلى مودريك، سقوط من روكا في أرضية الميدان، صافرة موجودة. منتخب بلادي بلقب بطولة كأس الأمم، محاولة تصل دي بروين، أوه 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 أوه. محاولة بعد ذلك للبرازيلي جيسوس، أبعدت من أمام إلى ميندي آخر في الجانب المقابل، عرضية راسية، أوه خطيرة جدا للمحاولة الماضية، راسية في غاية الروعة من بنزيما، لكن المتابعة لم كريم بنزيما ب 64 هدف في المركز الرابع كهدافا تاريخيا لمنافسات دوري أبطال أوروبا. غوارديولا يضطر إلى الأول يحمى كرة في الجهات اليسرى، كاسيميرو يسد هنالك في اسطنبول، كرة بمحاولة الآن، إذا هذه ثالث مواجهة بقميص مانشستر سيتي على مستوى المنافسات في بطولة دوري أبطال. جاءت باران، محاولة تقدم عرضية ملعوبة بشكل مثالي، وبجهات اليمنى يبحث عن من يجد بكرة بأقدام مودريك في جانب السيتي، كرة الآن لمصلحة فينيسيوس، عرضية من خلال المباريات التي دائما ما يحظى بها أو فيها بثقة المدرب. الدقائق التي مرت بالمقابل مرتدة يتقدم من خلالها رياض محرز، تمريرة لم أربعة مع برشلونة وثلاثة مع فريق بايرن ميونخ، لكن يواجه من؟ يواجه من فاز بلقب البطولة لثلاث مرات متتالية، أرقام كبيرة فعلا لكلا المدربين، خمسة ألقاب لهذا المدرب وذاك. انتهى الوقت الأصلي، نرى في لحظات الوقت بدأ برناردو سيلفا على مستوى المرور، يجد التغطية تأتي المافيا لا زالت قائمة، عرضية تأتي كورتوا داخل المنطقة، تأتي التصدي لا زالت مستمرة، كرة ملعوبة خطيرة، لكن هذه الأخطر، هذه الأخطر، هذه المحاولة مالا كورتوا في المرة الأولى، ومن ثم بعد ذلك كاسيميرو، كاسيميرو من على خط المرمى ينقذ الريال في اللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول، لتبقى لو تبقى الأمور بنتيجة التعادل السلبي. خطيرة جدا من جيسوس،
اصطدمت في كل مكان. كاسيميرو في كل مكان. ينتهي شوط المباراة الأول تعادل سلبي. شوط جيد ما بين الطرفين بانتظار المزيد لمعرفة تفاصيل ذهاب المواجهات الأبرز. الصوت والصورة إلى استوديواتنا في الدوحة مع الزميل أيمن جادة وضيوفة. أيمن تفضل. التوقيت هنالك في ملعب اليوم والتي تجمع يوفنتوس استمر أيضا من خلال أحداث هذه المواجهة في هذا الموسم. كرة بمحاولة في مباراة العودة فيما لو خرج بتعادل في هذا اللقاء. كرة بمحاولة تقدم من الكاي سقط بالإضافة إلى كروسو مارسيلو والبرازيلي المدافع يلعب كرة وصلت إلى محرز رياض. رياض رياض يسدد إلى خارج قاعد المتلاعب. البرازيلي يجلس بجوار بيل يوفيتش. الكرة داخل المنطقة ملعوبة المحاولة رأسية تأتي ليست رأسية وأن خط دفاعه هو الأفضل محليا. كرة بمحاولة تقدم وخمس خسائر خمس خسائر واحدة فقط في أرضية ميدانه. واحدة من فولفسبورغ هنالك في أرضية الفولكسفاجن. واحدة من أتلتيكو في نصف نهائي عام 2017 في لواندا. أمامية رياض 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 محرز محرز داخل منطقة الجزاء. رياض 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 يسدد تيبولي فينيسيوس داخل منطقة الجزاء. تقدم يأتي كما جرت العادة لا جديد. مين ميندي ميندي يدخل إلى منطقة الجزاء يسدد كرة اصطدمة إلى ميندي عرضية داخل منطقة الجزاء. الإبعاد في المرة الأولى والرأسية وصلت إلى فينيسيوس. يا السلام إلى إيسكو ملعوبه من حيث أن تستعصي. يأتي البرازيلي بالحل لا يسجل لكن لا يمتنع عن الصناعة لا يمتنع عن الصناعة. يضع كرة بمواجهة إيسكو وفي المرمى يسجل الريال يسجل يتقدم بنتيجة المواجهة في أصعب الظروف. هذه المحاولات الماضية عادت بأقدام من مودريتش إلى فينيسيوس يستغل ووكر ثم بعد ذلك إلى فينيسيوس إلى إيسكو في الجول. يسجل الريال يتقدم الريال ويعلن عن أول أهدافه في مواجهة اليوم وفي مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون. لا يمكن بأن يكون استثناء لأنه دائما ما كان الاستثناء. الريال يسجل ويواصل تألق الفرق الإسباني. محرز عادة المحاولة من جديد إلى ديبرون على مشارف المنطقة تعود تسديدة في سان باولو مع نابولي بهدف غير جيد غير جيد. تضع الأندية الإنجليزية لا زالت لمصلحة مانشستر سيتي وفرصة البحث عن هدف. إلى كازيميرو انطلاقة من فالفيردي عرضية داخل منطقة الجزاء. المواجهة كان ممكن أن يخسرها في لحظة إلى فريق الوقت الأصلي في شوط المباراة الثاني. كرة بمحاولة تمرير لكن أيضا تمن يتقدم كيفين دي بروين يلعب كرة عرضية داخل منطقة على مستوى الألقاب الثلاثة المتتالية بقيادة زيدان. كرة يبحث عن عرضية يلعبها داخل منطقة الجزاء. استلام يأتي بالنسبة لمانشستر سيتي لن يلعب مباراة. إلى إيسكو عادت إلى البرازيلي عرضية في منطقة الجزاء لكن عرضية داخل منطقة الجزاء. إيسكو مرة أخرى وإيسكو محاولة تأتي القائد راموس ومن داخل منطقة الجزاء يضرب لكن تصل اقتناص المركز الثاني. كرة بمحاولة إلى داني كارفاخال عرضية داخل منطقة. سيكون البديل الأول والخيار الأول للمدرب زين الدين زيدان للرجل الذي صنع هدف في المباراة الوحيدة المسجل حتى هذه اللحظة بأقدام إيسكو بصناعة البرازيلي فينيسيوس. يترك أرضية الملعب الآن فينيسيوس والبديل هو غارث بيل. غارث بيل هو اللاعب البديل هنا في هذا اللقاء وهنا الاحتفالية الخاصة بالنسبة لهذا الرجل الذي سجل هدف التقدم وهدف في المباراة الوحيد. في الدولي البلجيكي عرضية المحاولة رأسية تأتي وكورتو وقوله يسجل جيزاس ويفشل البلجيكي يفشل للمرة الأولى ويأتي الهدف الآن لكن بانتظار تأكيد تقنية الفيديو بانتظار تأكيد تقنية الفيديو هذه المحاولة.
المحاولة عن طريق من؟ عن طريق كيفن دي بروين إلى البرازيلي، إلى السقوط في أرضية الملعب، إلى كرة في المرمى. بشكل كبير قد يعتمد، بشكل كبير قد يعتمد هدف في المباراة الآن. هذه المحاولة وهذه الكرة الرأسية، ديبو كورتوا بردة فعل بمحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية من جارث بيل، عادت في الجانب المقر سيتي لمصلحة السيتيزن عن طريق المحرز. أرضية ملعوبة للهول كيفن دي برونة سجل. أوهو في ملعبه المفضل بيبي غوارديولا يصنع التألق الآن ويقلب الطاولة على السيتيزن في شوط ثانية بغاية الروعة والإبداع. مانشستر سيتي يسجل بأقدام دي بروين، الثقل البلجيكي وهو على قدر الثقة الممنوحة، على قدر